نوع رياضة قليلة نسمع فيها بلبنان اللي هي كايت سيرفينج. اليوم رح نحكي عنها مع محمد غدار. محمد تعلمها بكيب تاون ساوث افريكا وقرر يجيبها على لبنان لهالرياضة. بظن انه انت اول انسان جبتها على لبنان ولا كانت موجودة قبل؟ لخبرك انا ما كنت بعرف اذا في حدا عنده كايت سيرف بلبنان، بس اللي صار كنت بكيب تاون مع شاب صاحبي عشط، فجأة بلاقي شباب جايين اشياء ملونة عم ينفخوها، كانوا اول 6-7 كايت بودرز بكيب تاون. شو هذا يا مارك؟ قال هذا كايت سيرف سبور جديد. نطبت قعدت اتفرج عليهم. شيء انت اصلا كنت سبورتيف يعني؟ انا كثير بحب البحر، كنت اعمل سبير فيشنج بهذا الوقت. اوكي، ف واحد عم بنط شيء اكروباتكس وكذا، تحمست كثير لدرجه رحت على الاوتيل نام ما في نام، كل الليل عم فكر بالموضوع. ثاني نهار الصبح رحت على الشوب اللي ببيعون اشتريت الايكوبمنت وجيت على لبنان وجربت اتعلم لوحدي. هونيك نهار بكون على الرمل البيضاء بيجي جون بول خلاط، ما بعرفه، بيركض لعندي، بتعمل كايت؟ قلت له لا بعدني مبلش وكذا. قال لي انا بعمل كمان، جبت اكويبمنت وكذا. فكان اول شخص بشوفه بلبنان انا وياه، اثنيناتنا عنا كايت. وبعدين تعلمت لحالك كايت سيرفينج؟ ايه نحن تعلمنا لوحدنا. بوقتنا ما كان في سكولز، بال 2001 ما كان في كايت سكولز. ما خفت انه يكون في خطر عليك انك لحالك عم تعمل؟ بلا، اول نازله مثلا حملتني كذا ويه سيفي تبيش عتقري عنا وهيك، بس تعلمنا ذا هارد واي اذا بدك. يعني بدنا نشوف فيديو للكايت سيرفينج لحتى اللي عم يتابعونا كمان يعرفوا عن اي نوع رياضه عم نحكي اذا هن منهم فاميليير معه. So, and Sky Zolbach talking about the kite factory, checking the production, and testing kites there. A meeting in the factory. Time to book my flight. Ah!
بس هون اللي شفناه كثير بروفيشنال، يعني مش ضروري واحد يعمل كل هالاكروباسي بالجو ليكون مزبوط مزبوط. هذا الكايت بوردينج ستايل اللي شفناه بنقله نحن نيو سكول. الكايت بوردينج توداي عندك اولد سكول اللي هو نحن الشباب اللي بنجو بيج اير بننط نعمل كايت لوبس، وفي نيو سكول هنا الشباب بلشوا 2005 2006 اللي هو مور ويك بوردينج سكول. سو هذا اللي شفناه هو الويك بوردينج سكول. هلا في شباب بلبنان بيعملوا هولي. شو يعني الويك بوردينج سكول؟ يعني بيعملوا يعني ويك بوردينج ستايل. سو هذا ستايل مختلف. ايوه مظبوط. طيب عاده اللي عم يعمل بلا ما يعمل ينطنط بالهواء بيقدر يكون بس على هالبورد؟ ايه فيك تروحي وتجي، بيروح ويجي فوق المي. فري رايد، ذاتس وات وي كول فري رايد. حلو كمان الفيلينج، مش ضروري واحد ينطنط بالهواء. اكيد معك. اكيد كثير حلو، اكيد كثير حلو. بدي اسالك محمد، كم واحد صرتوا بلبنان عم تعملوا؟ بتخيل اليوم الاكتيف كايت بوردرز اراوند 57 57 يعني صار والله صار عددكم منيح. ايه اذا شو اخطر شيء فيها هالرياضه؟ شو الخطر فيها؟ انه الواحد يتعلم بلا اي كي او انستراكتور، لازم يتعلم اسبير اي كي او. الاي كي او هي الانترناشونال كايت بوردينج اورجانيزيشن، يعني الجسم اللي بنظم تعليم الكايت سيرفينج بالعالم. ما انت تعلمت لحالك؟ انا ما كان وقتها في اي كي او حوالي. أوكي. ليش خطر ان واحد يتعلم لحاله؟ لانه بتتعور، يعني نحن كذا مره انه نخلص بال ما هذا سؤالي. شو بتتعور يعني؟ شو بيصير فيك؟ مثلا مره كنت بالباترون حملك الهواء بتجي بتروحي على الصخور مثلا. واو. فهيدا اذا بتتعلم اسبر اي كي او ما بصير عندك هالمشاكل. تعلمت شو فيك تعمل بال بتعرف شو تعملي؟ في سيفتي precautions انه to let go of the bar release في safety. هلا اليوم الكايت بوردينج از ماتش مور سيفر من 10 سنين كثير، لانه السبور بال2005 2006 ايفولفد ان ذا دايركشن اوف دي باور. كنا قبل ما في دي باور، يعني بس تطلع على الماي ما فيك توقفي، اتس فيري ديفيكلت توقفي. هلا لا، فيك تمشي وتوقفي فيري سيف، واللي خلى فيك تتحكم انت بالسرعه اللي عم تروح فيها، فيك تحكمي بالسرعه لحد شوي معين، بس فيك توقفي 90% اليوم من الباور تبع الكايت بدون ما تفكيها. كيف تتحكم فيها للكايت بهالشرايط ولا بالبار؟ بالبار اللي كامشينه. هي الكايت بتكون مربوطه على خصركم؟ في هارنس على الخصر، اذا لاحظت في هارنس بنحط، والكايت بتكون البار بالهارنس. سو ايديك ذي ابلوس، سو اذا بتترك البار 90% من الباور بروح، بس تحط ايدك على البار بتاخذ الباور. اوكي اوكي. So the power is in the hands. Let's go. وإذا راح الباور شو بيصير؟ بتنزل على المي؟ Initially لا، عندك شيء 7-8 seconds، بعدين بدها تنزل. بعدين بدها تنزل. وفيك ترجع تطلعيها من المي، ما في مشكلة. وفيك تتحكم الدايركشن اللي أنت رايح فيها لوين؟ 100%. فيك تطلع من بوينت A لبوينت B، ترجع لبوينت C، تظهر لبرا قد ما فيك، ترجع تجي. وبتنطلق عن الشط؟ بتنطلق على طول عن الشط، مظبوط. ولما ترجع؟ كمان بدك ترجع على بدك الشط. بدك ترجع على الشط اكيد، وفي حدا بده يساعدك تطلعي وتنزلي. ما بننصح حدا يعمل كايت لوحده. ايه لانه مش هين هذا الكايت. ترجع على الشط كمان كمان لا تنزل كايت لوحدك، معقول تخزقيها او شيء، فاحسن يكون في حدا يكمش على مهله ويحطها. هن الاغراض يعني الاكيبمون لهالرياضه غاليين؟ مزبوط، منهم رخاص الانيشيالي. عندك تكلف تقريبا 2500 دولار الفول جير اكويبمنت. ايوه الفول جير بكلف شيء 2500 دولار، بيضل عندك سنتين ثلاثه بس عاده. الشباب بيصيروا يغيروا. صار في ناس جداد عم يتعلموا معكم على طول؟ انا بلشت اتعلم بال2007 وعلى طول في وفي هلا انستراكتورز جداد. السنه الماضيه بلش حدا يعلم، والسنه بلش حدا جديد يعلم. هو شو صور بلبنان اللي عم تشوفهم؟ هول الصور بلبنان. هيدي الايفنت عملناها بال2011 بالالمون بطرابلس، وعملنا بطولة وقتها كاجوال تشامبيونشيب بين الشباب، والسنة إن شاء الله رح نعمل كمان. وهذا إذا بتلاحظي هو الكايتات بالمي هو اللي بالشمال. ابتداء من أي عمر بيقدر واحد يتعلم هيك رياضة؟ في عمر معين؟ وزن معين؟ هلأ في من 10 سنين وبالطالع، 30 كيلو بالطالع اسبوع. هو حسب الوزن انه 30 كيلو هذا الريكومنديشن. اقل من 30 كثير خفيف الولد ليقدر يعمل رياكشن عكس الكايت. اذا تعلم واحد هو اصغر احسن ولا مش مبين هيك؟ ايه لانه اليوم اللي عم ياخذ البطوله، يعني اللي اخذ البطوله ب 2003 كان عمره 35، اليوم اللي عم ياخذ البطوله عم بكون عمره 17 و19 و20، عم بكونوا كثير صغار لانه مليابل اكثر الاولاد، قلبهم اقوى. ايه ف لانه بيقدروا اقل شو رح شو الكوارث اللي معقول. اذا تعور وقت بده وقت لحتى واحد يتعلم هيك رياضه؟ لتصيري اندبندنت كايت بوردر بدك تقريبا 9 to
15 hours, 9 to 18 hours, depending on your skill. في ناس بتعلميهم بياخدوا 18 ساعة، في ناس بعد 12 ساعة، في ناس ما بيتعلموا. لا بعد ساعتين بيطلع بيعمل تريك. آه يعني عندنا ماريو بلبنان علمته ساعتين أخذ الكايت نزل عمل تريك بالمي، سو موهوب. سو في ناس محمد لازم واحد يكون بيعرف يعمل سكي نوتيك وسبور نوتيك يعني رياضات مائية ولا مش ضروري؟ لا لازم يعرف يسبح مزبوط ولازم يعرف يقدر الطقس مزبوط، لازم ما يخاف، اللي بيعمل بانيك بالمي اللي بخاف من المي الغميقة ما يعمل كايت سيرف. غير هيك لا ما ضروري يكون والله فيزيكلي فيت، اذا وزنه ثقيل او نحيف ما في مشكله، بكبر فوال بصغر فوال بيمشي الحال. هو الفوال بتنقوه حسب الوزن؟ حسب الوزن وحسب سرعه الهواء. بيكون عندك عده كايتس؟ ايه 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 مزبوط، نحن مثلا عندنا 6 متر 9 متر. هي شو مثلا اللي عم تشوفها؟ هيدي 6 متر. شو يعني 6 متر؟ يعني بتطلع 6 امتار بالهواء؟ لا ولا لا؟ يس بيقولوا لها بروجكشن بروجكتد اريا اوف ذا كايت از 6 متر. هذا الكايت منيح لبنت او لصبي صغير اوكي لهواء قوي، نحن بنلعب فيه بهواء قوي، يعني بس يصير الهواء فوق ال... كم وحده عندك انت بالبيت؟ انا كثير عندي شيء 7. وين حطتهم؟ بالديبو تحت. كيف طب ما حطوك برات البيت بعد مع كل هول؟ ما استسلموا بالاخر. قلت لي انه 9 ل 12 ساعة او 15 ساعة بيقدر واحد يتعلم. يعني شوفي 9 ساعات بصير فيك انت لوحدك تطلع الكايت بالهواء وتتمرني لوحدك، بدك 9 ساعات. بعد هالتسع ساعات قد ايه في كل واحد هو موهبته؟ مزبوط، في عندك 10 ساعات هول اساسيات، بس يوجوالي معظم الناس بعد 10 ساعات بيكونوا عم بروحوا ويجوا مرتاحين على المي. شو الشعور اللي عم يتعلموا الجديد مش انت؟ شعور الناس اللي عم تعلمهم الجديد بعد هالتسع ساعات؟ شوف اللي بيتعلم من بتحسيه من ليفل 2 بلش كتير متعلق وما بقى قدران ينطر ليمشي على المي. وبتصير انت تهديهم انه روقي شوي رح نوصل رح تمشي. في ستات في بنات معكم؟ في بنات. كان عندنا بنت وحده هي رانيا حلبي، هلا يمكن تقطع صورتها، شي از فيري جود كايت بوردر. وفي بنات تانيين تعلموا هلا فاتوا بالجو، بس الريشو تبع الشباب للبنات اكبر كثير اكيد. محمد مطلوب يكون في عضلات وين؟ بالاجرين، بالايدين، بالظهر؟ ما بدنا صراحه، ما بدنا عضلات، بس مع الوقت بس تعملي كايت عضلات ظهرك بيقووا، اجريك ومعدتك اكثر شيء. وليوصل واحد للليفل 3 قد ايه بده وقت؟ وشو هو الليفل 3؟ الليفل 3 انك تمشي. هن 3 ليفلز هالرياضه؟ هن مزبوط، ليفل 1 على الشوت كايت كنترول، ليفل 2 بالماي بدون البورد انك تعرفي تتحكمي بالكايت وانت جسمك عم يمشي بالماي، وليفل 3 انك تمشي بالبورد على الماي. هذا ليفل 3 هو 3 ساعات بتصيري تعرفي تمشي شوي وبتوقعي، عندك من بعده 10 ساعات تمشي وتوقعي تمشي وتوقعي، هول كثير صعبين بس ما حدا nobody gives up. يعني بتكون لابس البورد وحاطط الكايت وكله مزبوط. وهيدا بياخد 10 ساعات توقع وبتقوم وبتوقع. ايه ما هو بالكايت في شيء اسمه انك تبلشي من هنا هالمطرح وترجعي عليه، لانه بالاول بتبلشي من هالنقطه بتخلصي بنقطه بعيده بدك ترجعي تمشي. هذا المشوار 10 ساعات على الماي لتخلصي منه، ولا بتضللك تبلشي لنقول باللاجوافر ما اللي بتخلصي بالفوال بلو بترجعي تمشي باك تو لاجوافر. قد ايه بتعملوا مساحات؟ قد ما بدك قد ما بدك، بنطلع مثلا بنطلع من الألمون على جزيره الارانب 11 كيلومتر وبنرجع 11. 22 كيلومتر. قد ايه بياخذ وقت مثلا 11 كيلومتر؟ قد ايه السرعه اللي بتروحوا فيها؟ نص ساعه. نص ساعة continuous 35 دقيقة. ما بتعضل الواصل. ما بتتعب بعد النص ساعة بتلهت بدك نفس؟ ما بتعضلي، في كرامبس بإجريك، في كتير بريشر على الركاب. ايه بس بدك ما تتعبي حالك، انه على مهلك شوي شوي وتغيري directions حتى ما تتعب اجر اكتر من اجر، لانه على طول الباك فوت بتهلك. نص ساعة continuous بتهلك، بس الصغير بالعمر ما بحس قد ال. قلت لي هالرياضة بتحمل معها تغييرات بكل الحياة، بصير بدك سيارة تانية، بصير إيه عندك ادكشن عليها. انه عم اقول لك بصير واحد كل سفراته ما بقى يفكر الا يسافر سفرة كايت، كل الفاكيشنز تبعه. وين فيك تروح تعمل كايت سيرفينج؟ بأي بلاد؟ في شيء قريب؟ نحن هلا رايحين بماي 1 على مصر. مصر از ا فيري جود سبوت، من احسن السبوتات بالعالم. وين بمصر بتعمله؟ في براس صدر، في بالغردقه، مرسى علم، هول كلهم سبوتس كثير منيح، في دهب اوكي، بس الغردقه از ذا موست فيموس. بعدين رحنا في شباب بروحوا مدغاسكر، بنروح كيب تاون. كيب تاون از فانتاستيك سبوت لانه نحن عندنا شتويه. كيب تاون مشوار كمان يعني. ايه بس نحن عندنا شتويه وبكون بديسمبر شتاء وما في هواء ونحن ناطرين الهواء، شو بنعمل؟ انتوا صيفا شتاء عم تعملوها رياضه؟ ايه ايه شتاء صيف. ما بتبردوا؟
لا بتلبسي وات سوت بالشتويه وما بتفكري بالصيفيه فيك بالمايو تكون ما بتنقزها ما بينقزها الجسم اذا منك لابس الوات سوت لا 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 ما ضروري في ناس بيلبسوا ليكرا حتى ما يصير في راش من الهاونس او من الشمس حتى ما يحترق في ريسك انك تتأذى غير انك تفوت بصخر اذا في اكيد هو ريسك كبير بس في ريسك ثاني انه مثلا توقع بالماء لا ما في ريسك ما في ريسك رح اقول لك اللي بيتعلم مزبوط بيعرف يعمل كل السيفتي بريكوشنز يعني لو وقع لوحده بالماي كيف يعمل سيرف ريسكيو اذا اجى بوت يخلصوا كيف يعمل بوت ريسكيو وما ضروري البيجنر يكون بسبوت في صخور حواليه محمد نحن انبسطنا تعرفنا عليك وتعرفنا على هالرياضة على قريب وإن شاء الله بصير في بطولات رسمية وبزيد عددكم طبعا ولا يحميكم على طول ويحمي كل الرياضيين بريك ومنتابع ميرسي كتير